وانا دوكا معجوج تاع النهار ربط الكرويله وديتها، وفي الليل مع العشاء كي غنديروا ليه؟ غنخرجوا في حالاتهم. فكرنا في الكارو باش يديهم لينا، قال نديهم في الكروس، ديتهم تاعي في الكروس. ايوا انا ما عندي من ندير نقعه غادي في الشانطه تجي غادي تجي بزاف حنا. ماشي انا من بعد وليداتي كنت كنديو في الكرويله، بعض المرات كنديو في الكرويله، بعض المرات كنهبطهم الشانطه، بعض المرات كنطلب شي واحد. مرة واحدة ديناهم في كارو، المهم عطلت شي فاتة و اش غنقول لك؟ هذيك الوسيلة وصلت الصوت ديالنا، هادشي اللي كاين. على وليداتنا ايام صح نيت بناتي. انا دابا في الامتحان بنتي، نهار اللي دوزت الامتحان النقل عطيته وخلصته وعطيته 20 درهم باش يديها ويجيبها لي. ودابا حاليا لداهم في الصباح كيجيبهم مع 12 ما يعاودش يرجع ليهم. مشينا نشد موطور شكون غيجيبهم ليا؟ النهار الاول انا ديت بنتي جلس دروني كلاويه بالبرد، كنتسنى بنتي تخرج مع 6 باش نجيبها. بزاف علينا ما نقدرش نديرش، بزاف علينا حشومه ضررنا بزاف. حقره هذه حقرونا، كان عندنا نقل فايت وكتاب عليه الواقع وقع عليه مشكل يحسوا ببنادم، يحسوا بالناس راه مضرورين بزاف، مضرورين الناس، الدراري مضرورين. كاين اللي دركا ما تكسمد على انت غادي طالبه شي واحد، تعال خويا بنتي دي لي بنتي، تعال تدي لي بشويه اليوم يديها وغدا يديها، مره اخرى ما يديهاش لها بزاف علينا. فكرنا في الكارو باش يديهم لينا، انا نديهم في الكروس، ديتهم تاعي في الكروس. ايوا انا ما عندي من ندير نبقى غادي في الشانطه تجي غادي تجي بزاف علينا. ايوا هي المدرسه من هنا 5 كيلومتر، 5 كيلومتر المدرسه. عندي بنتي مريضه ليا وكانت داعه في الكرويله. ودركا ملي غتجي 6 مع 6 في العشيه تاعت الليل وما تجي تيفوت العشاء، هي وبنيات الجيران كاملين كي عندي ليها كي غنديروا ليها غنخرجوها ولا كي غنديروا ليها ودها في الكرويله. دركا ما بقاش مريضه راك عندها البرد في الصدر ديالها، الحساسيه في الصدر ديالها، راك تنعسه فيها في بن ورش، نعسه فيها شهر وزياده في بن ورش. النقل كنخلصوه ولا ركبوا معاه ديول داك كيمشي يمشيو يهرب عليهم ويخليهم الا ركبوا معاه تاوعهم تما تاوع مقرس كيهرب على هادو، واخا يبقاو في الزاويه يهرب عليهم ويخليهم. دركا بنيه ما جات دركا مشات لها امها مع الجوج تاع النهار لقاتها وحده جايه. عندي بنت وولد تيقراو في الكوليج وكنلقى صعوبه في النقل المدرسي، بالاخص بنتي كان عندها ذاك العام 4 ايام وجابهم ترونسبور حتى الامتحان وما بغاش يهزهم. اضطريت انني وليت كنهبط بنتي مع الصباح كنمشي معاها، ومع 12 كنتسنى تنجيبها، ومع الجوج ثاني تنديها وكنبقى نتسنى حتى 6. يعني لقيت صعوبه في النقل المدرسي. واش غنقول لك من 2015 ابار الجيل ديالنا حنايا يعني ما كان عندنا لا ترونسبور لا والو ديك الساعه، يعني من 2015 حنا كنعاير مع وليداتنا. كاينين دواور حدانا كلهم عندهم ترونسبورات الا البحابحه ما عندهاش ترونسبور، وما لقينا حتى حل اخويا. الحل واحد قلنا نديروا هاد الكارو لعل وعسى يشوفوا فينا لوجه الله يجيبوا لنا ترونسبور لوليداتنا. انا من بعد وليداتي كنت كنديو في الكرويله، بعض المرات كنديو في الكرويله، بعض المرات كنهبطهم الشانطي، بعض المرات كنطلب شي واحد. مره واحده ديناهم في كارو، المهم عطلت شي فاته و واش غنقول لك؟ كنتمنى من جلاله الملك الله ينصروا لينا والله يحفظوا، ومن المسؤولين يشوفوا فينا ويشوفوا في هاد الوليدات. في هاد الوليدات خاصهم ترونسبور ضروري، خاصهم ترونسبور. دابا تخيل معايا البارح انايا جيت باغا نخلصو لقيت الناس واقفين هنا والكار واقف، قلت لهم ركبوا في الكار، يعني باغا نخلص ترونسبور ديال الارباش مقرس. واليوم مني جيت عدو هضر معايا بواحد الطريقه ما نقولش لك اخويا، بواحد الطريقه هضر معايا قلت لهم بصح من حقك تهضر معايا بحال هكا، حيت كون كان عندنا ترونسبور ديالنا ما غاتهضرش معايا بهذه الطريقه. وعندي جوج وليدات و200 درهم اللي شد من عندي، يعني 100 درهم الواحد. وراه معاناة دروك، لا بغيتي تعرف معاناة غتجي مع الصباح هنا وغتشوف المعاناة ديالهم كي دايرة. غتجي مع الصباح. كيزحموا بحال العاش. غتجي مع الصباح، كيجي كان كيديهم ديال المقرس. أنا حضرت واحد الحادثة هنا يامس، جايب لي بحال هكا 100 درهم واحد، والدوار 100 درهم، كيقول لي الله يحفظك ديني، كيطلب فيه، كيقول لي بلاتي جيب الدفتر نشوفوك واش مشجل العدد. مني قال لي الله يحفظك الدري باقي ما عارف والو قد هذا. قال لي وبلاتي تنشوف من دالي، قال لي يلاه صافي سير طلع دفق بحالك ديال مقرس اللي كيجيو وكيمشيو مزاحمين. دابا مني هاد العام
قال لي اودي الدوار ديال الاخرين ديال المقرس، قال لي ما بقيناش غنديوهم، قال لي كنمشيو مزاحمين، قال لي الا بغيت نديكم غندير لكم 150 درهم الشهر وغنديكم مع الصباح ونجيكم حتى العشيه، بغى يتغدى خاص بو يعطي 50 درهم باش يتغدى. هادشي علاش درنا هذاك الوسيله ديال النقل ديال الكار، هذيك الوسيله وسط الصوت ديالنا، هادشي اللي كاين. حنا ما بيناش كما كيقولوا الاهداف السياسيه، السياسه حنا اش غنديروا؟ السياسه عاد مواليها. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.